سعيد. مع السلامة. نصرة. وحشتوني يا ولاد الكلب. ازيك يا عمر؟ كده يا نصرة؟ يقول عليكي ما تزورنيش المدة اللي فاتت دي كلها. والله يا على عيني يابا. أنا لو عليا أجيلك كل زيارة. بس اسم الله عليه ربنا يحميه هو اللي عارف السكة. مؤاخذة يابا. حق عليا أنا نصر عندها حق. أنا طولت الغيبة. بس وربنا ما حشنا عنك إلا الشديد الأول. أنا عايزك تحط بقى وبكفاية جوربة الحمل اللي شايلاه أختك. إحنا ضهر الجمل. وهي صابرة وساكتة. وأنا عمري ما اشتكيت يابا. حسك في الدنيا. حس في الدنيا. حس في دنيتك انت واخوكي. عشان انتوا اللي عارفين الحكايه. طمني اخواتك اخبارهم ايه؟ زي الفل. وبيدعوا لك كمان. يعني بخير وكويسين. ورحاب والبنت الصغيره ايه واحمد. اسمه الدكتور احمد. خلاص. كلها كام شهر ويتخرج يا دكتور. دكتور احمد يا متى كريم يا رب. انا كنت خايف ان ربنا ياخدكم بذنبي. ربنا كريم قوي يا سيد. انا كنت دايما ادعي ان واخد مننا وابعد عنكم الشر. يا سيد المعلمين احنا عايشين في حسك. وبعدين انت ما عملتش حاجه ولا قصرت في حاجه. انت عملت كل حاجه اللي تخليك تحافظ على ضناك. كفايه ان انت غبت عن الدنيا وانت عايش فيها عشان خاطرنا. انا خدت كفايتي من الدنيا يا سيد. أنا كل اللي بترجاه من ربنا إن أنتوا تبقوا كويسين وفي أحسن حال. ربنا يخليك لينا ويرجعك لينا بالسلامة إن شاء الله. بص ياب، ما وحشكش العيال. لا لا، بص هنا، ده فيديو. دوس من هنا أهو أهو، من هنا أهو. كبر ابن الكلب رحب. أموري حضرتك. قولي لي يا رحب، انت بقالك قد ايه شغاله هنا؟ يعني سنه ونص تقريبا. هو في حاجه؟ في ان بقالك سنه ونص بتسرقيني. انا اسرق؟ حضرتك ازاي تقولي كلام زي ده؟ انا ما اعملش كده ابدا. ولما تاخدي حاجات من المحل وتبيعيها لحسابك يبقى اسمه ايه؟ انا ما خدتش حاجه والله العظيم. اذا كنت انا شفتك بنفسي. انا شايفاك امبارح بتدي ميك اب لبنت جاتلك. حصل بقى ولا ما حصلش؟ حصل، بس حضرتك فاهمه غلط. اللي جت دي تبقى اختي ايه. واختك ده انتوا عصابه بقى. افهميني حضرتك، انا اخدت حاجات وبلغت السوبرفايزر انه يخصمها من مرتبي اخر الشهر. يعني حتى مش فري سامبلز. وحضرتك تقدري تتاكدي بنفسك. والله العظيم هو ده اللي حصل. طب قولي لي، هي اختك اسمها ايه؟ ايه. اختك دي بتشتغل ايه يعني يخليها مهتمه بميك اب غالي قوي كده؟ لا هي لسه في الجامعه، بس يعني بتحب تهتم بشكلها وسط زمايلها وكده. اصلها طول عمرها دلوعه البيت يعني. طب تمام، روحي انت كملي شغلك وما تزعليش من اللي انا قلته لك. حصل خير. وانا برضو كان المفروض ابلغ حضرتك. عموما لو احتجتي اي حاجه بعد كده انت او ايه بقي قولي لي. شوفي شغلك بقى. حاضر. ابويا مقطع لي قلبي. كل ما افتكر بصيته للعيال انا مش عارفه امسك روحي.
نصيبه بقى يا نصر. بعدين ابوكي بقى له عمر محبوس، والحبسه دي تهد اجدع جبل. سيد، مش قال الاوان يا اخويا نفطم العيال على اللي فيها؟ نفطمهم على ايه؟ ما ينفعش طبعا. العيال كبرت خلاص، ومخ كل واحد فيهم يوزن بلد. جرى يا نصر تاني، ما ينفعش. خلاص عليك يا سيد، يعني انت عايزهم يكملوا عيشتهم وقاطعين عن ظهر ابوهم؟ بعدين بقى احنا لا نحل ونرجع نربطه من جديد؟ ما قلنا ما ينفعش مليون مره ما نفتحش بقى السيره دي تاني. ابويا صعبان عليا. يا ستي ما صعبان علينا كمان. اللي هو فيه ده اكرم له. ميت في سيرتهم وعايش جواهم احسن ما يكون عايش قدامهم وميت قدام عينيهم. اسمعي بس الكلام وعيليه. البت اهدي لو عرفت ان ابويا تاجر مخدرات ومحبوس العمر ده كله ممكن تموت فيها. ولا رحاب. تخلي بقى رحاب دي جالها عدله. اهل العريس لو عرفوا انه سوابق هيحصل مصيبه. ولا البيت بتاعنا الكبير. الدكتور بتاعنا لو راح اشتغل ولا اتوظف في اي شركه وعرف ابو مين تبقى مصيبه اكبر. يا نصر اسمع الكلام، انا مش بعمل كده عشانهم هم بس، انا بعمل كده عشانه قبل منهم. لو عايل من دول راح له السجن وكسروا بكلمه ابوكي فعلا ممكن يموت فيها. اسمع كلامي. وحياة النبي يا ابني ساي عليك النبي، حاول تسلكها بسرعه لحسن انا خلاص ما بقتش حمل شكشكه. الف سلامه يا عم عطيه، انا خلصت خلاص. صحيح؟ معقولة يا ابني؟ مش بقول لك يابا الدكتور احمد ايده ما فيش زي حنيتها. عندك حق يا بطه يا بنتي، تسلم ايدك يا احمد يا ابني. خلاص يا ابني معلش انا مش قادر اقوم. لا لا ما تتعبش نفسك يا عم عطيه، خليك مرتاح. استأذن انا بقى. كده على طول من غير ما تشرب حاجه؟ معلش مره تانيه بقى. طب كنت عايزاك في حاجه كمان. اه طبعا. لو ليا خاطر عندك. اكيد. كنت عايزه اشتكي لك، في واحد عمال يبص عليا ليل نهار لما هياكلني بعينيه. ازاي يعني؟ صوري على الفيسبوك داخل عليها ليل نهار لما هيمقق عينه فيها كده. كنت عايزاك بقى تساعدني تخلي لي الحساب بتاعي خصوصي برايفت يعني. بتعرف؟ بعرف. تعالى ادخلي عليه كده. ما انا داخل اهو. هدخل انا. ايه ده يا احمد؟ في ايه؟ انا اسف. كده تزعلني منك؟ لا اسف اسف، والله العظيم اسف، عن اذنك. شفت دي؟ اوبا، فين الصورة الجامدة دي؟ حفلة مزيكا في المعادي، كان يوم تحفة، المطعم حلو قوي أصلا، في مكان كان الباند بيلعب. مساء النور. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ شريف عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ندى شريف. ايه صاحبتي في الجامعه. أوكي. اياد. هاي ازيك يا اياد؟ اياد ده بقى اجدع واسرع واحد في الشله بتاعت زمان. لا 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 الصياعه دي زمان يا معلم، الحمد لله كده انا تمام ومفيش صياعه والاستاذه مظبطه كل حاجه اهي. فعلا؟ ايوه طبعا. ما تصدقوش ده بيكذب. انا؟ يا نونا. لا لا شكل الحكايه كبيره قوي 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 قوي. عامة سيبك براحتك وخليني اشوفك. ان شاء الله. بورسعيد. انا اسف. باي. باي. يعني بيت في بيتكو وذبحت زرت ابوك ولفيت قضيت مشاويرك وفي الاخر افتكرت امك. صدقني نسيت اشقر على امك، اروح اشقر على امك واجي. رايح فين يا سيد؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ترحمني وترحم امي بقى يا سيد. ما تظبطي يا بت. ظبطت يا ابن جدال، بس مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اخرتها ايه. اخرتها عسل ان شاء الله. بس انت اهدي كده وافردي وشك عشان الدنيا تمشي. هعمل ايه؟ ما انت اللي واخد على السفر، بتفك مني زي الهوا. يا بنت افك اروح فين؟ ما خلاص رجعت، قاعد لك، قاعد مش متحرك. قاعد في قلبي. قاعد في قلبي يا سيدي الناس. بس مش عارفه، في حاجه في قلبي كده عماله تغز وتقول يا بنت ما تفرحيش، احسن تبطش على بوزك. رجعنا تاني لام بوز، يا بنت ما بتعرفيش تفرحي، بعدين خلاص، احنا زهقنا من حريم الشكر. ولو حتى ما زهقتش، برضه راضيه، كفايه ان انا عايشه بظلك. يا بنت بتفضلي من ساعة ما عيني وقعت عليكي مكتوب على اسمك، وبعدين بوخارستي لو عيل ولا عويل وكلمته بتمشي على الكل، يعني نهدى كده وخمسة عقل عشان الدنيا تمشي عشان تفرحي قريب. بجد يا سيد؟ يا دي النيلة. أهو مش حنطة. يا سيد ده أنت الحاجة اللي بتفرحني، أنت اللي مالي عليا دنيتي. ده الكلام الحلو. في غباوة تاني؟ لا
بقى حتتين جاتو مع الشاي ده. جاتو بس. اسكت بقى. ماشي بالسلامه انت اخويا. ها ايه اللي حصل؟ ده عيل من طولون هو اللي باع الفرش المعوض وخمه فيه كمان، فحب يصرفه باعه للزبون اياه. كمان كرادي رايح يبيع في قهوه السلطان، هيضيع نفسه ابن الكلب ويلطني معاه. كل ده عشان خاطر كيفه النجس. يلطي مين يا معلم؟ انت مقامك كبير قوي، انت في حته تانية. اسمع طيب. نسمع. انا مش عايز عينك تغفل عنه. تجيب لي قطر واول باول. حصل. انا مش عايزه يقرب من المخدرات تاني. قفل عليه اي سكه. انا اخليه شمش مع النفس ما يلاقوش. هو انت لسه هنا؟ مش كفايه بقى كلام في الشغل ولا ايه؟ هو هيبقى جوه وبره؟ طبعا معلمي. تأمرش بقى حاجه. لا السلام انت يا طيب. اتفضل يا ستي. الله سلم ايدك يا سلطان. تعيش وتجيب يا اخويا. ايه رايك بقى؟ هتاكل من رقبتي حته. لا اوعي، لان هي لو كانت من رقبتك يفضل للسلطان ياكل بقى. بالراحه يا معلم بالراحه. الله دقنك مشوكاني. دقني؟ طب على النعمة ان انا واخد دقني الصبح يا منون عشان خاطرك. طب ما تاخدها تاني. لا تاني تلتين. ده انت مولع اهو يا معلم. امال ايه؟ طب انت بذمتك عمرك شفتي حاجه بتولع لوحدها؟ مش لازم كل حاجه تولع، حاجه تولع يا مولعني انت يا منون. تعالي بس تعالي اقول لك كنا بنقول ايه. بتقول ايه بس يا معلم؟ كنت بتقول ان بنتك مولع. اديك قعدت تعطلي لغايه ما الدنيا تلت. ربي يخبر. يلا روحي شوفي مين. السلام عليكم. هاش من شافك يا سي صلاح. الف مبروك يا ست العرايس. الله يبارك فيك يا ابن جوزي. ايه يابا؟ ده انا غبت سنه عنك. لا يا صلاح. جاي اطمن عليك. واطمن على امي اللي انا سبتها امانه في رقبتك. بس ما كنتش اصدق ان انا هرجع ليك اتجوزت. الا دي جوازك كام يا ابو سلطان؟ سته ولا سبعه؟ ويا ترى دخلت ولا لسه؟ جرالك ايه يا قط؟ انت مهيس وجاي هتشعوذ علينا ولا لك ايه بالظبط؟ ده انت مربينا يا ابو صلاح وعارف. انا لو متشعوذ اهد الدنيا. جرى يا صلاح؟ مالك يا اخويا؟ ما بالحب ولا هي امك بعتك عينيا عشان تخلص؟ خلاص يا مره. اللي دخل امه في حكايه دي اخفي جوه. يلا لا ذكر يابا، ذكر يا ابو صلاح. اطلع بره صلاح ورجلك ما تهوبش المطرح هنا تاني. يابا افهم، حرام عليك، مش كل يوم في حضن مره شكل والاسم بيزغرطولك وبتطلع تنام. يابا الناس بتتكلم عليك وحش، بيتكلموا عليك وحش، افهم. بره ابن الكلب يا وسخ. انا اللي وسخ برضه يا سلطان. اخرس على بره. اخرس يا مره بره. ماشي يا ابو سلطان، الكلام ما خلصش بس اعتبره حصل. اثبت هنا. يلا بقى هات لنا شراطين ترامادول كده ولا حاجه. ادفع له ولا على الحصاله؟ اعمل لنا كوكتيل ترامادول وانت وشطارتك. ماشي. اتكل. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر. مرش عليك ظالم يا رب. حاجه كده بس على السريع. على مزاجك. لا مش فاهم. مش فاهم ايه بس يا دكتوره؟ شيرتين ترامادول، شيرتين تراما جاك، اي حاجه من التراما يعني اللي بتزود الدماغ. حاجات دي جدول. معاك روشته؟ كلام اخوك روشته. وبعدين انجزني عشان انا في ناس واقفه بره مستنياني. الحاجات دي ما بتتصرفش غير بروشته. هتمشي ولا اكلم لك الاسم؟ هتكلم لي الاسم؟ الله الله الله، ليه بس كده؟ صباح الفل يا نصر. صباح الفل حبيبي، نمت كويس؟ الحمد لله. المقلة بتاعت بره حلو، بس المله بتاعت سيدي ابوكي حاجه تانية خالص. والنبي عندك حق. العيش المقمر الولع. تعالي يا ولع طمنيني.
عامله ايه بنت في الشغل؟ زي الفل الحمد لله، زودوني في المرتب وبقيت بشتغل مع ناس شيك قوي، ده بقى في زباين بيطلبوني بالاسم كمان. بلا شيك بلا مرتب، انت مبسوطه؟ مبسوطه طول ما انت معانا يا حبيبي. احكي لي انت عملت ايه؟ لسه ما عملتش، هاتي بقيت الفطار. حاضر. العسليه بتاعتنا. مفيش صباح الخير؟ مفيش حوض؟ مفيش بوسه؟ لا في طبعا. طب تعالي. طعميه يا نصره. حاضر. صباح الفل يا عسل حبيبي. صباح الفل عليكم. ايه صوتك جايب لحد باب السكه؟ ما كانوش بيزغطوك بره ولا ايه؟ طعميه يا نصر. ايه ماله صوت يا بنت؟ مش كان بيعجب زمان ولا ايه؟ جه ازيك يا ميسه؟ تعالي يا بنت كلي يا حماتك بتحب. وانتي هتقولي لي اهلا بكي زهان لمونه في بلد قرفان. انت يا بنت ما تجيش دعوه بيها. شفت احمد؟ عدت عليه في الصيدليه امبارح اطمنت عليه. بقول لك ايه؟ شويه عجه بقى حلوين. يلا نعم. يلا طير. صباح الخير يا صلاح. ازيك يا صلاح؟ تعالى كل. يسعد صباحك يا نصر يا عسل. بتعمل ايه؟ مش قدرت مع امك؟ لا. طب تعالى عايزك، خلي بالك من النجفه، اعملوا سندوتشين. حاضر. ثلاثة. طيب. تعالى صلح. ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ والله كلمت كام واحد كده بس لسه. ما تيجي ناخد الفترة الجاية دي على الرايق لحد ما نجيب قرار السوق وميته. الكيف هنا غير كيف هناك. هناك الليلة في الصنف، انما هنا الليلة في اللي بيطبخ. وحلني بقى على ما نربي زبون نكون طفحنا. نكون ايه يا صلاح؟ واحنا الفلوس اللي رجعنا بيها هنرد عليها وهتزيد لوحديها. بس السكة يا صاحبي، السكة لسه. السكة يا صلاح، كل سكة وليها نواصي، والنص يا من دول لو ما قفشتهاش بقلب ميت غيرك هيقفشها وينحتك بقى في الرايحة واللي جاي أرضية. طب والحكومة؟ مش نعرف بتعشش فين؟ احنا هنلف منين؟ لا، احنا هنزق في الدغري بعد الثورة. مفيش مناورة بس. مفيش بس. هو انت رجعت من السفر اتدفيت ولا ايه؟ يا عم ما اتدفيتش ولا حاجه. امسكي يا رحيم. انا مش فاهمه ايه اللي جاب سماح ده على الصبح؟ هو اللي داخل واللي خارج لاشق فوق دماغنا؟ فطار ده ولا حفله؟ في ايه يا مالك؟ ايه اللي حصل يعني؟ هو عمل لك ايه؟ ايه بنت مالك في ايه؟ طهور جوز خالتك وحياتك مش علاقه من خارج فوق سطوح بيتكم ليه؟ ما تبطي يا اختي شويه. ما طول عمري بيبان الحرم نفذها على بعضيها. مالك؟ يوه بقى. جرى يا بنت؟ ما تهدي حسك شويه. لو اخوكي سمعك هي طربق البيت على اللي فيه. غوري صلي على النبي يا اختي. معلش. عليه الصلاه والسلام. ما هي لسه صغيره برضه. بلا صغيره بلا زفت بلا قله ادب. البيت بكحه. اهدي اهدي. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الحرام ايه؟ في ايه؟ احمد في ايه؟ 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 مين اللي عمل في كده يا وقت؟ انت مين؟ انت؟ تعال. يلا والله ما قادره. شبعت مش قادره يا ابو صلاح. ديهم خلاص ما تكسفيش ايدي بقى. يلا انا من امتى بس بكسف ايدك؟ يلا بالشفا ان شاء الله. خلاص الحمد لله. طمنيني بقى رجلك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ده انا كويسه قوي. ده كفايه ان انت يا اخويا قعدتك جنبي بالدنيا كلها. طب بذمتك مفيش اي حاجه مزعلك مني؟ يعني حاجه كده حاجه كده. احنا كلمنا في الموضوع ده كتير. أنا ببقى كويسة ومبسوطة لما ألاقيك كويس
مش محتاج حاجة، وجوازك مضرنيش، بالعكس ده ريح قلبي وخلاني ما شايلكش ذنب رقدتي ولا وقف حياتك معايا. بنت اصول طول عمرك وعارفه الصح والغلط. الله، امال ايه؟ امال انا شايلك على راسي بقول ايه؟ وبعدين ما انت عارفه وليه؟ انت اللي في القلب والجوه. طب عليا النعمه، انا لو لفيت على نسوان الكون ده تما هتفضل انت برضه جوايا ست الستات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير؟ جاي تكمل عليها؟ مش كفايه رقدتها؟ طب عليا النعمه، ما حد جايب لها الكافيه الا عمايلك انت يا ابن الكلب. وبعدين جريات ياكشي، فاكر انا حاجه استاذن منك لما اجي داخل بيتي ولا اقعد مع مراتي؟ مراتك؟ مراتك بأمارت ايه؟ بأمارت ما انت راميها كده وداير كل شهر تتجوز بنت من دور عيالك؟ والنبي يا شيخ اسكت لحسن الواحد لو فتح في الكلام. صلاح اسكت. سيبيه يا ام صلاح، ما هو مش هيبطل النغمه الحمضانه دي اللي داير يغنيها وراها في كل حته. عيش دنيتك يا صلاح، عيش دنيتك وشوف مصلحتك، واللي بيني وبين امك ده انت مش هتفهمه يا حبيبي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مخك زنخ وجزمه قديمه. طب خف وزنك واتكل على الله، روح شوف مزاجك بعيد عننا، حل عننا. بس بقى يا صلاح، ولا كلمه تانيه. بس ياما عشان ساكت بسببك انت والله. بسببها؟ لعلمك بقى اللي بيني وبين امك ده صلاح هو اللي مصبرني عليك وعلى الطلاق بالتلاته. انا لو صبري نفد لأذيك وهزعلك زعل وحش قوي يا صلاح. وما اخويا، وما اخويا اقعد جنب امك كلكم ومسكوه جلدوه لحد ما احمرت البوبوش. صدق يا بلبل، حياتهم يسموه بدل معوض الاسمر معوض الاحمر. العب يا دنيا. ده مين ده اللي ازيك يا بنت يا حمدية؟ طب بالراحة بالراحة بس عشان افهم بتقول ايه. يا نهار ابو اسود، خليكي عندك مسافة السكة وجيالك. انت سكت، انت رايح فين يا ولية؟ خمسة خمسة وراجعة. خلص عددك وانتك، ولا اقول لك خليك قاعد مسافة العلقة وراجعالك. صلاح ومخك جايين يا ولية. يا سيدي راجعة راجعة. الله، مخبيش عليك يا سيد، انا كنت خايف ترد زيارتي بعد اللي حصل. ليه يا معلم؟ انت داخل بيت جدله، يعني بيت كل اصول. وانا جاي اتم الاصول. انت ليك حق في رقبتي ومش هتحل منه غير باللي يرضيك. دم الرجاله ما بيتحلش بالكلام يا معلم. ومين اللي قال بالكلام بس يا ست البنات؟ اللي حصل غلط. ومين اللي ابتدى الغلط؟ مش اخوك وربيته؟ طب ورحمه امي؟ لولا الرجاله اللي احط جزامهم في راسي. نصرة يا اسطى، نصرة يا اسطى، نصرة الراجل قال حقكم في رقبته، يعني اللي هتأمره بيه هيتنفس. وهو معلمك عدم لسانه عشان يخلي ديله يرد. وبعدين بقى؟ واحنا مش قاعدين ولا ايه؟ انا دخلت بيتكم وشايل الغلط على كتافي، وما يرضكش يتزحمل على كتافي وترمي على كتافكم. لا مؤاخذة في الكلمة، اختي برضه ما غلطتش. خلي جوه نصر. حاضر يا اخويا. اللي عمل اخوك تمامه عند نسوان رقبته، ايش حال بقى عند الرجالة؟ اخويا اعمل له ايه؟ طول عمره عاوز يقص هيبتي وسمعتي. العيب مش عليه فودة، العيب اللي يمشي ورا كلام العيال، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من القصايص. دوره البيع اللي رامي عياله يا سلطان، ومش طايلين منه غير الميرازيه والسيره الوسخه. خش دغري يا فوده، والكلمتين اللي في حبك ارميهم في وشي بعبالهم، ما تعملش زي اخوك ترمي وتجري. كفايه كلام يا معلمين، الليله دلوقتي على اخويا اللي دمه اللي ساح. وانا جاي انفض عبايتي وامسحه يا سيد، وكلمتي قدام الكل. معوض ما يهوبش ناحيتك ولا ناحيه اللي حواليك بعد النهارده. قلت ايه؟ مرضي؟ ما جيتك فوق دماغي، بس مش محتاجه كلمتك. اخوك اتعدى عليه مره، واللي سيد بخارس يعد عليه واحده يستنى اجله في التاني. امين، اشربوا الشاي. ايه ده؟ في ايه؟ مالك قاعد كده ليه؟ في ايه يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ انت كويس؟ شايفه ايه؟ شايفه بصراحه يعني انك ما تزعلش. اللي حصل ده حاجة ممكن أي حد في الدنيا يتعرض لها، ما تكبرش الموضوع يعني بالطريقة دي. كبر الموضوع؟ رحمة أنا حاسس إن أنا عاجز ومربوط، حاسس إنها صورة أنتوا بتتفرجوا عليها وبتتكلموا عنها، كأنها هوا. يا أحمد افهمني، لازم الحكاية اللي حصلت دي تخليك أقوى، مفيش حاجة يعني تستاهل لكل ده. يا رحمة،
الحكايه مش حكايه خناقه وعدت، دي دنيتي اللي انا عايشها. انا كل ما اجي اقول حاجه ولا اعمل حاجه الاقي نفسي بقول حاجه تانية خالص وبعمل حاجه تانية غير اللي جوايا. حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، ما تخليش الحكايه دي تاثر عليك للدرجه دي. ارحب انا عمري ما كنت زي ما الناس شايفاني ولا عارف اكون. حبيبي ما حدش طلب منك حاجه، خليك على طبيعتك. وبعدين بالعكس يا ابني، احنا اصلا كلنا فرحانين وبنتباهى بيك. انت بتضحك عليا يا رحاب؟ فرحانين بمين؟ انا دلوقتي في اللي بيتكلمني، في اللي بيفكر لي، وبقى في اللي بيجيب لي حقي لما اتضرب كمان. يا احمد، معقوله شايل كل ده جواك؟ والله ما مستاهله. موقف وعدى زي اي موقف بيحصل لاي واحده او واحد وهما ماشيين في الشارع عادي يعني. بنتي الوحيده اللي انا بعرف اتكلم معاها واقول لها اللي جوايا. اتكلم يا حبيبي وقول كل اللي جواك، فضفض باللي نفسك فيه يا احمد. يا بنتي حميد، ايه اللي حصل؟ احكي لي، جايباني على ملاوش جري ليه؟ قابلتي الحقيني، قابلتي. ايه اللي حصل قولي؟ مدير استغلبني الكلب، ضربني وورمني وفرج عليا الوحش كله. يا نهار ابو اسود، هو فين وانا نقدمه على شبابه؟ ايه ده؟ انا مش قلت لك امشي بتاعها بره؟ ما تجيش هنا تاني؟ الهي ما حد يعرف لك عتبه لا دنيا ولا اخره يا بعيد، عامل لي راجل وانت ما اعرفش انا مات. يلا كمان بتضرب. يا ابو حميد. يا سيد اتفضل. اتفضل ايه؟ اتفضل دي يا تهب فيا، قول له اقعد، اطلع بره مش فاضيلك دلوقتي. ما تطلعش مني يا اخويا، تعال اقعد. انا عارف انك زعلان وحقك وانا عارف، بس معلش كله بيعدي وكل واحد فينا بيوقع، بس الجدع بقى اللي يقف تاني على رجليه. انا كويس اهو يا سيد، عايز نعمل ايه يعني؟ ياض انت هتلف عليا ده رادع اسفلت، انت فاهم قصدي كويس وعارف انا عايز اقول لك ايه. ما تخليش حد يهزك، الكتر اللي كتروه عليك بتهد اي حد. تمام. لا مش تمام، بس هتبقى تمام عشان عارفك واد ذكر وهترمي كل حاجة ورا ظهرك، بس عايز تحط في دماغك إن الحتة كلها مالهاش سيرة غير اتنين، أحمد اللي ساح دمه وسط 20 واحد، وأحمد اللي لسع معوض النجس على وشه قدام 2000 واحد. اتذكر بجد اللي ياخد حقه بدراعه. لا ما تهزيش دماغك وتثبتني، أنا لا جاي أسمعك لنصايح ولا راضيك بكلمتين. أنا جاي بس أفكرك بوصية أبوك ليا قبل ما تكون ليك، عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كذا ما هي على غباوتها، تديك كف تديها اتنين، تكسر لك عين تعملها الاتنين، وتقولها تعالى هاتي اخرك معانا ماليش اخر، فاهم؟ فاهم يا سيد. بس واضح احنا كنا متفقين على قلم مش شلوت على وشه. مساء الخير يا باشا. يونيا فين؟ يونيا فين؟ مساء الجمال. مساء الخير يا زلمه. يونيا مين؟ يونيا يا باشا هي ممسوكه هنا عندكم، اوعوا تكونوا بتعذبوها. انت مين انا؟ انا باشا بلا فخر امين الشرطه بلابيلو. ايه؟ بلابيلو؟ بلبل نبيل يا باشا. تنبرشم انا؟ الله الله انت مبرشم ولا لابس لي ميري؟ ايوه يا باشا انا ميري، بقول لك امين شرطه فلافيل. وريني بطاقتك هلا. يا باشا عيب يا باشا، احنا زمايل، احنا اللي بنقول كده للناس يا باشا. وريني بطاقتك بدل ما احبسها. انت هتسقف على باشا يا باشا، ماشي براحتك يا باشا، بس زميلك انا اتفضل يا باشا الورقه اهو. انت قلت لي مين اللي اتصل بيك؟ يونيا. تعرفها كويس. امال ايه؟ انت جميل خالص. الله يعزك يا باشا. بقول لك زميلك يا باشا. ده انت حلو. ده انت جاي لي جاهز. يا عسكري.
عسكري ايه بقول لك امين شرطه يا باشا عسكري. خد الرمه ده على التفيش وفيشوا لي ايد ورجلي. تفيش ايه يا باشا؟ لا يا باشا انا بقول لك سيبني امشي بره من هنا. ما ينفعش يا باشا اللي انت بتعمله ده بره من هنا يا باشا. غلط كده يا باشا. ماشي يا باشا ماشي. انا بقى فين يونيا؟ بقالك كتير ما حطيتش ايدك في شعري يا زي. عاشتك يا بنت انيسه. يا لهوي ده انا عقلي كان هيشت يا جدع. طب اسال الورد وهو يقول له. هنا حكيت له عنه وهنا على شقاوتك وهنا وانا زعلانه منه وهنا بقى لما لعنت بغيشة. يوريها بنت ما كنا قاعدين كويسين. من غلب يا جدع من طول صبري عليك. ما خلاص يا بنت رجعت لك كامل مكمل اهو. هتفضل على طول يا قلبي ينسي من جوه. عارفه يا ميسا انا ما كانش نفسي اتكتب عليا الغربه والشقاوه بره مصر بس اعمل ايه غصب عني. بس انا بحب البلد دي قوي. اديتها كتير من قلبي واستنيتها توريني بكره بس ما حصلش. قال سيد بخارست ايه بطل مصر وافريقيا في الجودة بطولات وميداليات وذهبيه وعالم يرفرف في السماء. ولما ارجع اتصور مع الوزير ويكرمش لي 400 جنيه مكافاه وشهاده تقدير وابتسامه مرئيه. الناحيه التانيه مش لاقيين لام سرير تتعالج عليه لحد ما اخترت تموت في السرير عشان ترتاح. كنت عايز اعمل ايه؟ اكمل واتجنن يا ميسا؟ مالك يا سيد؟ ماليش يا ميسا مال انا برنس اهو. وهتفضل على طول يا اخويا. بس انت ما بتقلبش المواجع غير لما بتبقى ناويها. جرى ايه؟ قلبي خف ولا ايه؟ لو خف ابطل احكي لك احسن يا ميسا. يا لهوي هو انت ممكن تحكي لحد غيري؟ ده انا ستر وغطى عليك يا جدع. يا عيني يا عيني ده حب مختار. ايوه والله حب مختار. ربنا ما يرزقنا بجار وله عينين. امين يا ميسا. قومي اعملي شاي لصلاح. قومي. حاضر. تعالى يا صلاح طمني ايه اللي حصل؟ الحالة شقة. قابلت كام واد من زينهم وتالي العيال وفطموني ان الدنيا بقت كوكو. اي عيل سيس دلوقتي مشغل دولابين وثلاثه. عشان كده خلاص ما بقاش مأمن. طب وايه؟ مش عارف. سيبنا شقلبها كده في دماغي واقول لك هنعمل ايه. شقلبها بس في الانجاز عشان اخوك ما اشفر. ماشي. طب دي حاجه كمان. قابلت الواد حماد. حماد المجس بتاع فوضى. رمالي على الصريح معوض عايز يعوض وناوي علينا كحل. وماله؟ انا قلت اقول لك بس. ماشي يا صلاح ماشي. ماشي ايه؟ طير بقى انطر من هنا. طب والشاي؟ شاي ايه؟ انا لسه راجع عايز اقعد مع البنت. طير يا صلاح. سلام يا ميسي. السلام يا حبيب. في الانجاز يا سيد. ماشي. برنس بقى ولا مش برنس؟ برنس بس. ازيك يا ست البنية؟ صلاح ازيك يا صلاح؟ ست نصرة فين؟ كنت جاي لها كده في شغلانة تروح لنا على السخان. نصرة بتودي طلبية. واختك؟ ايه لسه ما جاتش. سايباني كل ده النار هتاكل قلبي. سلامة قلبك يا ايه؟ يا ايه؟ ما تقول يا بنت حبيبي يا روحي ايه ما حشككيش ولا انت الغربه قست قلبك ونسيتك البصمه؟ يا لهوي نسيتني؟ ده انا ربنا العالم بحالي من يوم ما سافرت وسبتني. طب ايه؟ ايه يا صلاح عيب مش كده؟ فك بقى قبل ما حد يطب عليه. بس يا صلاح اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ طب اعمل ايه؟ مش كده يا صلاح. الله الله صلاح بقى.
تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.